أعلنت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة مجلس أمناء مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث، أعلنت عن تعاون مثمر بين دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والمركز كجزء من المبادرات التي أطلقت بمئوية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتكريما لدوره في ترسيخ العلاقات الأخوية بين الإمارات والبحرين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في قاعة الشيخ إبراهيم بن محمد الخليفة، وذلك بحضور معالي السيدة نور الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية، وسعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى البحرين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والإعلاميين. وأسدل الستار خلال المؤتمر عن مشروعين مدعومين من قبل الإمارات، الأول نزل السلام لاستقبال زوار مسار اللؤلؤ في المحرق، والمشروع الثاني الركن الأخضر، وهو مبنى سيوظف لترميم الوثائق واللوحات الفنية. وقالت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة إن هذا التعاون المثمر يضع امتدادا جغرافيا وثقافيا لسيرة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في وطنه الثاني، وبالتحديد في المحرق التي اعتادت أن تستقبل منذ مجلس الشيخ إبراهيم أسماء كل من آمن بالثقافة عنوانا لمجتمعاتنا. من جهتها قالت معالي السيدة نور الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية في كلمتها خلال المؤتمر إن الإمارات والبحرين ترتبطان بعلاقات أخوية راسخة تمتد لعقود طويلة في ظل قيادة البلدين الحكيمة. مشروع نزل السلام والركن الأخضر مشروعين حضاريين لمركز الشيخ إبراهيم بدعم كريم وسخي من دولة الإمارات من وزارة الثقافة وتنمية المجتمع في عام زايد. يأتي هذا الدعم الكريم لكي نحقق مشروعين متفرعين عن هذا المركز. الأول نزل السلام، وهو سيكون أول فندق من نوعه، فندق صغير يقدم خدمة لزوار طريق اللؤلؤ. نعلم أن هناك مشروع كبير على مستوى الوطن، مشروع طريق اللؤلؤ، والمساهمات الأهلية تأتي من كل رافد. هذا الفندق سيستقبل زواره أكتوبر في هذا العام. نتمنى أن يكون مفتوحا للزوار، وأن يكون معلما يميز ما تقدمه الصناعة البحرينية، الحرف البحرينية. نركز على الهوية ونقدم الجديد في هذا المعمار. هذا التعاون بين دولة الإمارات ومملكة البحرين ينم على الصلة بين البلدين، هذه صلة وطيدة، هناك تلاقي حضاري ثقافي مشترك ومصير واحد مشترك. نحن في هذا المشروع طبعا اقترحنا أو اعتمدنا في عام زايد الذي كان العام السابق، ولكن أيضا زايد هو قائد نظرته نظرة دائما تسبق عصرها، فتأكدنا أن كيف أن هناك تكون أيضا بيوت تستلهم نظرة زايد كقائد، وأيضا تساعد على الحفاظ على هذا الموروث الحضاري وتطويره، والتأكد أن أسيرة القائد الملهم الشيخ زايد وأيضا أصحاب البيوت موجودة وتنشر أيضا سواء للضيوف سواء للسكان أو للشباب في المستقبل.